20 من ضمن اشواط الصعوبة التي لهن اول مشاركة في هذا الميدان وجميع الميادين. شوط الصعوب، تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع للابكار. نذهب الى مقدمة الشوط لنجد مع المركز الاول من تسيطر مع البداية وتأتي مع المقدمة في هذا المسار والانطلاق. هناك الهلياسي سعيد بن راشد بن دغيش بن سالم من يقدم هذا الاسم، ثاني المراكز الفاتنة سالم بن سعيد بن متعب بن سعيد العفاري من يقدم لنا الفاتنة. المركز الثالث الواصلة هنا ميزة سالم بن محمد بن شرقي العفاري من يقدم لنا ميزة. الوصول من هناك مشاهدينا الكرام من ملامع تتقدم بهذه اللحظات ويقدم لنا مشاهدينا الكرام شعارك يا برفيسة بهذا التقدم الممتاز والانطلاق. الكل حاضر في شوط الصعوب، يا ترى لمن الفوز والناموس هنا في هذا الشوط، شوط الصعوب المقدمة والصدارة. ميزة مع المقدم سالم بن محمد بالشرقي العفاري مع المركز الأول. المركز الثاني من الجانب الآخر هناك من تأتي مشاهدينا الكرام وتتقدم ملامح خلفان بن علي بخلفان ابر فيس الكتبي من يقدم هذا الاسم. المركز الثالث ثالث المراكز ضجة عبد الله بن سعيد بن مبارك بن عايد الكتبي من يقدم ضجة. ومتى بتسوي لنا ضجة في شوط الصعوب؟ يا سلام، هناك مزنة محمد بن سالم بن عنوده العامري، ولكن اعود مع ملامح واعود مع ضجة. ضج وملامح هن على الصدارة هن على المقدمة انفردا بناموس هذا الشوط. وكما ذكرت وسلفت بانها سوت لنا ضجة للناموس، يا سلام، باحث عن الفوز وعن الانتصار عبد الله بن سعيد بن مبارك بن عايد الكتبي بن عايد. ان لم يكن هناك خلفان بن علي بخلفان رفيس الكتبي من يقدم ملامح، ملامح وضجه، ضجه وملامح، ملامح ضجه، ضجه، ضجه الاقرب، ضجه المسيطره، ضجه يا سلام. وهناك ملامح الثنتين غادرا بالنتيجه، محتارين حوار ثنائي مع المقدمه والصداره. ضجه وملامح، ملامح ضجه، 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 ملامح، ملامح خلفان بن علي بخلفان رفيسه الكتبي يا سلام. ومن يقدم ضجه عبد الله بن سعيد بن مبارك، ولكن هنا تغادر ملامح. انطلق مشاهدينا الكرام خلفان بن علي بخلفان رفيسه الكتبي، اسعد الله صباحك ومشكور يا عبد الله رفيسه على هذه المتابعه يا بن غريب، على الابداع، على الفوز، على الانتصار. تهانينا لمالكها ملامح خلفان بن علي بخلفان رفيسه الكتبي. المركز الثاني ضجه عبد الله بن سعيد بن مبارك بن عايد الكتبي، ثالث المراكز مزنه محمد بن سالم بن عنوده العامري. المركز الرابع من وصلت مشاهدينا الكرام رشا فايل بن حليس بن حصيبان العويسي. المركز الخامس كان من نصيبه مشاهدينا الكرام اللي هم خيفه سعيد بن محمد بالشرقي العفاري. هكذا كانت النتيجه، هكذا كان الفوز والانتصار. ولكن ملامح خلفان بن علي بن خلفان رفيس الكتبي من قدم لنا هذا الاسم وهذا الشعار ونالت شرف الناموس والانتصار ان تهدي هذا الفوز والابداع. مالكها ملامح خلفان بن علي بن خلفان رفيس الكتبي، وننتظر التوقيت الزمني اثناء وصولها الى خط النهايه معلنه الفوز والناموس، معلنه الابداع ان تهدي رفيسه هذا الناموس والانتصار في شوط الصعوب. هنا مشاهدينا الكرام ها هي امامكم ملامح اثناء وصولها الى خط النهايه، قاطع المسافه في زمن وقدر دقيقتين 55 ثانيه 9 من الاجزاء. تهانينا والناموس. المركز الثاني ضجه قدمت عرض رائع يشكر عليه عبد الله بن سعيد بن مبارك بن عايد الكتبي، وقطعت المسافه دقيقتين مشاهدينا الكرام 56 ثانية 5 من الأجزاء. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان من نصيبه مشاهدينا الكرام رشا فايل بن حليس بن حصيبان العويسي، قطعت المسافة زمن وقدره دقيقتين مشاهدينا الكرام. المركز الثالث دقيقتين 58 ثانية 8 من الأجزاء. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. اللي في المركز الثالث مزن محمد بن سالم بن عنود العامري. المركز الثالث. المركز الرابع التوقيت الزمني 3 دقائق بدون ثواني بدون أجزاء. اللي وصلت مع المركز الرابع اللي هي رشام